راح نشرح الفرق بين استخدام المدعكة واستخدام الفرج واستخدام القطن واستخدام الأصابع. طبعا هاي الورقة اللي لازم دائما تخلوها جوا اللوحة مالتكم، لأن الفحم كلش حساس وكلش يعني ينثر فيسخم بسرعة، فأنتوا ضروري تخلون ورقة جوا ايدكم. طبعا تشوفون اللوحة الوجه هو اصلا بالصورة مو من النوع البورتريت تكون بشرتها صافية، هي اصلا بيها نقاط غامقة ونقاط فاتحة. حاليا راح اشرح لكم على هذه المنطقة. هاي المنطقة شلون راح نستخدم بها عدة شغلات. طبعا اول شي تجون ترسمون المناطق اغمق شي باللوحة او اغمق شي بالجزء اللي تريدون ترسموه. مثلا انا هسه بديت رسمت المناطق الغامقة والمناطق اللي شوية فاتحة، يعني شوية رسمتها هالشكل. لأنه هاي كلش غامقة، يعني هي حتى لو أفتح من الأسود الغامق كلش، فمدام اللوحة عندي هنا المناطق هاي كلش غامقة فلازم تضلل شوية بالفحم. بينما تشوفون هاي اللي عايفتها الأذرع، هاي تشبه تون البشرة هذا، فما يصير احنا نجي نشخطها بالفحم لأنه راح يروح البياض مال الورقة كله. الفرج المستعملة هي فرج مال مكياج، أي فرج تلقوها مناسبة لكم رخيصة ماكو إشكال، احنا نستخدمها بس للمزج. طبعا راح تصير سودة اوريدي لان دي ترسمون بالفحم، وهو احنا حلوة انه لما نخليها سودة لان نستفاد منها. تشوف شلون صايرة سودة، هو هذا السواد يعني مشبعة هي بالفحم. طبعا من نرسم هاي المناطق السودة نجي، هاي راح تفيدنا بالتضليل، ناخذ منها وننثر على الباقي، بس لازم نتحكم بالحديه مال النثر. الفرشة ميزتها عن الباقين هي تنثر اول شيء، ثاني خطوه شو تسوي؟ تدعك المكان، تدعك بدرجه قليله اقل من المدعكه، اقل من هذه المدعكه. فهي صح ما تنثر كليا، يعني بحيث ما تخلي مكان طقع، لا تخلي مكان يصير بيه طقع، بس الدرجة كلش أقل من المدعكة، لأنه هي دا نتعامل إحنا بشعيرات كلش قليلة، فهذا الدعك مالته حتى لو ندوس أقوى شي ندوس بيه على المكان فرح ندعك بشكل أقل وما يبين، يعني هو صح منثور بس أوكي هم لما بين الطقع. هو الدعك شلون التكنيك ما تدي يصير؟ الدعك هو إنه أنت الرذاذ مال الفحم تتعبي بمسامات الورقة. فالفرق هو شنو؟ فرق انه حنقول لكم الفرق بهذه
الشخوط. نفهمكم اول شي التكنيك بعدين شلون نستخدمه. الفرشة راح تنثر اول شي رأسا، راح تنثر وتسوي سواد قاتم. التكنيك هو شنو؟ دا يصنع عندي فت حرارة، هاي الحرارة والاحتكاك بدا يصير، هو هذا اللي دا يشتغل على لوحة. شوفوا اني بعدي ما دايسة نهائيا، ليش ما ادوس رأسا؟ لان اذا ادوس رأسا راح يتناثر، يصير عندي مثل شلون تشمر حجارة، مال تشمر حجارة مي، فرأسا يطشر فاحنا نجي شوية شوية، مو رأسا نجي هيك نسوي، لا نجي شوية شوية ننثر هذا السواد. وطبعا راح تشيل هواية فحم، فاحنا نتحكم مقدار انه شقد تشيل الفرشة، فما اشيل هواية، يعني شقد اني محتاجة بالمنطقة ما اشيل هواية. مثلا مو كلها هيك اسوي لها، مثلا اريد بس الطرف اسوي بس الطرف، اريد انثر اكثر ممكن نحتاج تون اقل، فممكن ان توخرون الرذاذ الهواية اللي متشلب بيها وترجعون على المنطقة تنثروها. طبعا الانترنت ضعيف فقطعتكم، هنا تشوفون قام ينثر، وكل ما ترجعون تحركون بشكل دائري او شكل هيجي حسب المكان، يعني كل ما تزيدون الاحتكاك راح يخف اللون الاسود. تشوفون شلون دي يصنع الظلال. تلقى هاي المناطق اللي صايرة هنا شو نستخدم لها؟ مثلا منطقة كبيرة، مثلا عندي هاي تخليها بودر فحم كلش قليل، وتجين هيك تسوين المكان حتى يتجانس ويا المكان اللي بصفه بهالطريقة، او هيك يكون مكان هو اصلا كبير. تشوفون شلون صار؟ المدعكة شو تسوي؟ المدعكة هم بها درجات، الدرجات هاي هم يعني تتحكمون المقدار انه شقد تضغطون بيها وشقد هي شايلة فحم. مثلا هسه انا عندي هنا بخفة وما اميلها بهالطريقة، لان ترسم مثل القلم، اميلها مائل. تشوفون صنعت لي مكان كلش طاخ وما ينثر، يسوي لي طقع. تشوفون هذا شو كنت نستخدمه؟ هذا الشيء نستخدمه لما اني مثلا هذا اريد يصير حافة حادة بهالطريقة، او اجانسه بهالطريقة، مثلا هذا المكان اللي الفرشة ما قدرت توفر لي اياه بهالطريقة، حتى يتجانس مثلا هذا مصر عندي طقعة سودة مثلا، ارجع ادوس عليها بحيث تتناثر واصنع منها تدرجات. نجي مثلا يبقى هذا، نجي نسوي بالفرشة وهكذا. شنو استخدامها؟ ما نستخدمها دائما، صحيح احنا كبدايات كنا ما نعرف استخدامات وادوات الفحم، بس الايد تبقى لازم يعني تستخدم اول تالي. الايد شنو فرقها عن الباقين؟ اولا هو سطح املس، فيعتبر سموث كلش لما نرسم به. الشغلة الثانية اللي يميز بشرتنا تحتوي دهون، تحتوي تعرق، ف
فبالتالي هذا الشيء ما موجود بالفرشة، ما موجود بالمدعكة. هذا إيش وقت نستفاد منه؟ يعني واحد يفكر إنه إيش وقت استفاد؟ استفاد لما أني منطقة أريد شوية أشيل منها الفحم، أشيل وأدعك نفس الوقت، لأنه بحرارة وهمين نقدر نضغط بهالطريقة مثلاً. صح أني دا أنثر، بس ما دا ينثر. دا يخلي لي مكان إدهي بين مثل النقاط. هاي النقاط دا تصير سود. هاي النقاط السود هذا معناها كمية الدهن اللي أنت خليتي من أصبعك هناني. فما ينطيني مثل الفرشة يكون ناعم، وما ينطيني هاي النقاط السود. دا شوفوها، شوفوا نقاط سود هنا، وشوفوا الفرشة ما بيها أي نقاط سود. هاي لأنه مثل المي يجمع ذرات الفحم ويخليها تصير بهالطريقة، فممكن نستفاد منها. ليش ما يعني نستفاد من هذا النقاط البيض هاي؟ ممكن عندنا مكان إحنا نريد أن نبرزه بهالطريقة، أو مثلا نستخدمه للخلفيات. هذا استخدام الإيد، ما يدمج لي نهائيا، فقط يوازن ويعادل بين تونات بهالطريقة. اللي الفرشة كبيرة ما تقدر تعادل، إذا منطقة وصلت يعني ما قدرت تعادل، أوكي ممكن تقدرون هيك تسولها، أوكي ماكو إشكال. تبقى عندنا القطن. القطن شو وقت نستعمله؟ نستعمله للمكانات اللي كلش واسعة، مثلا عندك خلفية، مثلا عندك بشرة، ولو أنا ما أفضل تستخدم للبشرة نهائيا لأنه طاقع، لأنه هاي الفرجة العفو القطن أكو مناطق شايلة بيها فحم هواية، مناطق شايلة بيها فحم قليل. فأني من أجي أدوس القطنة أدوسها مكان رح يصير أسود ومكان رح يصير فاتح، فهذا البشرة ما تنطيني هذا الشيء، خاصة البشرة الصافية، مو مثل هيك بشرة اللي هي كلش صافية. يعني تشوفون شلون سويت لي المكان اغلبه مطقع واغلبه يعني ما متوازن نهائيا. طبعا هذا الشيء احنا نحبه بالخلفيه، يعني يبين مكان اسود ومكان فاتح، يبين لمسه الفنان شلون حلوه، يعني ما تبين انه هي كلش فد مره واقعيه. وهمنا انه هذا اللي رسمته هي بالكمية الفحم اللي شايلتها، ما اخذت منه، انا اخذت نسبة قليلة، يعني هذا المكان باقي على حالة مضغية. فهاي استخدامات وشرح التكنيك لهاي اربع ادوات. هسه رح نجي نطبق فشي بسيط. طبعا اللايفات مالتي تنزل حصريا دائما على جروبي الخاص بالتعليم Teaching Beginners، وبعدين تنزل على قناتي على يوتيوب سجا ارتست، حتى تشوفوها بدقة اكثر اوضح وتنخزن عندكم. طبعا هذا التوزيع والتطبيق هذا يعتمد بعد الخبرة. هسا أنا هو صح شايلة فحم، هنا عندي فحم هواية، فراح أجي أنثر كلش قليل كلش قليل
وهذا ممكن استخدمه بغير مكان، يعني اشيل منه واخليه بغير مكان. فانتوا تاخذون من نفس اللوحه، تاخذون من نفس اللوحه وترسمون بغير مكان، ماكو اشكال. وطبعا هو اوريدي يعني من تشيلون من المكان السواد هذا راح يخف، فراح يسمع عندكم هذا اقوى تون انه انتو تحتاجوا بالرسم. كنا اول شي المناطق الغامقة، اول شي المناطق الغامقة. ليش المناطق الغامقة؟ لأنه حتى يروح الرذاذ اللي الأسود. كنا ممكن نستخدمه بغير مكان، مثلا أنا هنا أنا محتاجة سواد، هم تدعكون المنطقة وهم يعني تستخدموها بغير مكان. لذلك أني تقريبا الوجه نص أو كله لو أنت من اللحية والشعر، فمرات يعني ما تحتاجون الباودر أصلا. وإذا كلش ردتوا باودر فتقدرون تقطون القلم تقطوه زين وتخلون الرذاذ مالته. هذا الرذاذ تقدرون تطحنون، ممكن تستخدمون هذا الناعم كل شيء تطبطبون. طبعا ما تشيلون الخشن لان الخشن يشخط اللوحة، بس الناعم. وتقدرون تستخدموها، بس هي ما راح تنطيك فتشي يعني قدر ما انت ملون باللوحة وتاخذ منها. طبعا هاي كل مرة يعني لازم نرجع نطوخ المكان ونفتح المكان في المساحة، او هاي يستخدمونها اكثر شي مساحة العجينة، لان المساحة العجينة يلزق بيها الفحم ويشيل، يعني ما يمسح المكان وانما يشيل بدرجات اخف من المساحة، فيستخدم المزج بهيج يعني اماكن انه نخفف من مكان، او يعني ما احتاجه بقى يعني مساحة العجينة. مناطق البيضة نخليها كلش خفيفة، يعني ما ندعك هواية. ممكن أصور لكم من غير زاوية أحسن. تبقى هاي المناطق اللي احتاج انه تبين بيها شوية ضوء بالقلم المساحة، ما ادوس كلش. Thank you.
بشكل دائري إذا أنتوا ما تردون يبين الحد مع المساحة يعني. بهالطريقة طبعا هنا عندنا أقوى شيء أقوى ف ندوس شوية بالمساحة. هي هاي إنه شلون تتحكم أنت بدرجات الضوء والظل. آخر اللايف إن شاء الله أرد على استفساراتكم ونشوف شنو عندكم بعد أسئلة مدام إحنا فاتحين سيرة الفحم. شلون ادمج بالمساحة ادمج يعني شوية الحرارة هنا أنا عندي خفيف او مطقع شبه مطقع يعني مطقعه بالمساحة يعني شلون هنا أنا معقد مبين بهالطريقة. المساحة تصير سودة طبعا تجون توخروها شوية. ترجعون بعدين تطوخون المناطق الغامقة او نوازن اللون شوية. شوية هاي المناطق نرجع ما نريد نبين الحدية مالتها. هون ارجع نشوف انه هذا اغمق يعني هذا افتح من هذا فنجي شوية بالفرجة نغمق هذا المكان. بعدين نرجع نزيد هذا السواد اللي احنا استخدمناه بالتظليل وراح طبعا هاي الدكمة كلش ناصعة البياض فنجي لازم ننظفها كليا. شوفوا شلون صارت بيضة نفس الدرجة اللي موجودة برسم يعني مو تخلون هذا البياض يساوي هذا البياض، لا هذا تحليل اللوحة يعتمد على عينكم. لازم تعرفون أكثر مناطق بيضة باللوحة شنية وشنو الأفتح منها وتصنعون الدرجات. أنتو مو شرط إلا نستخدم حبر أبيض وهاي الأشياءات كلها. هسه أنا عندي هاي كلش سواد المنطقة وهي اصلا حادة يعني الرسم مالتها يكون حاد بالدقمة ف اوكي نستخدم السوفت بحذر مو كل الاماكن حسب اللي نحتاجها وطبعا ما ينطيني السواد القاتم ينطيني نفس الدرجة ما الفحم اللي أنا خالتها جوا لأنه الشنو هذا نسيته السوفت أو الفحم يمتص السوفت فلازم إذا تردون الدرجة ما تتبقى بقوتها ترسمون بس واحدة بدون أي فحم يعني ترسمون واحدة بالمنطقة. فأني ما أحب انه منطقة كلش تبرز سوادها خلي اوكي ويا سواد اللوحة لان
يعني إذا برزت هاي السواد هي فلازم أكو غير مناطق مشابهة لهاي المنطقة السوداء لازم تعادلها. فإذا إحنا ما معادليها بغير مكان منرجع نزود. هي هذا الشغل مال ظل والضوء. إحنا دائما نقول ظل وضوء ظل وضوء، ماذا تتهمون هو شنو ظل الضوء؟ إنه تعادل كل التونات الموجودة باللوحة مالتك. يعني أنا عندي هنا الخشن أكثر بياض باللوحة، عندي هنا الشفة أكثر بياض باللوحة، عندي هنا الإضاءة أكثر شيء باللوحة، رغم إن اللوحة لو تشوفوها بيضة ما مدى يبين بالموبايل، بس هي هاي المناطق اللي بارزة بالإضاءة. يبقى الباقي نحدد التون مالته. راح نرجع شوية نطوخ. شوفون هاي المنطقة تحتاج انه هذا بياض، شوفوا هذا يحتاج انه يكون اسود، بس ما اجيب الفرشة. ليه ما اجيب الفرشة؟ اذا اجيب الفرشة راح ينثر على هذا البياض اللي هو انا اريده ابيض. فشنو الحل؟ نجيب المدعكة وهيك نسوي. هسه عرفتوا شلون نستخدم المدعكة؟ نستخدمها حتى نوازن بين الفرشة والفحم اللي سويناه، كلش مفيدة، تصنع لك الحدود بشكل متناثر مثل ما شرحنا بالتكنيك. شوفوا هسه اللي عدله بشكل منو المدعكة. هنا أنا عندي شوية هذا المكان خفيف، تشوفون شلون دا أمسح، ما أمسح جرات، مجرد تخفيف للمكان. مدى أدوس بس مجرد هالطريقة. شوف عندنا هذا المكان يكون شوية حاد، نجي نرسمه بالمدعكة. عندي هاي المنطقة كلش غامقة، أغمق من هاي اللي بسطحها، نجي ناخذ شوية منه نخلي هنا. هذا الشغل مال الدرجات هذا يجي ويا الخبرة. أو أنتوا تشوفون مثلا المنطقة وتقارنوها بغير منطقة لازم تيجي نفس التون المشابه. يعني مثلا هاي المنطقة تشبه هاي المنطقة، لازم أجيبها نفس الشغل نفس الدرجة. طبعا إذا صارت عندكم غلطة مثل هاي الفحم قبل لا تدعكون تمسحوها وتروح. بس أنا هذا ما أريد أجيب الفرشة عادية حتى لا يروح السواد مادة، أجيب بس المدعكة وأسوي بس الحواف حتى لا يروح السواد اللي خليته. أوكي.
اوكي هسه خلصنا هذا المكان. وهنا نبي شغلات بارزة يعني مال القميص، فلازم نبرزها. طبعا هذا حد قوي فلازم نكمله بهالطريقة. إن شاء الله استفادتوا من اللايف، وهسه هنشوف تعليقاتكم وشنو الشغلات اللي ممكن نجاوب عليها. شوف شغل